استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي، حيث أكد سموه اهتمام الحكومة بتعزيز الوعي بالموروثات الشعبية وزيادة ارتباط الأجيال بها، فهي ذات مضامين تاريخية ووطنية هادفة، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا غنيا يجب استغلاله لخدمة الأغراض السياحية والاقتصادية. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أن الإرهاب بات يشكل تهديدا عالميا فلم يعد محصورا في نطاق ضيق كما كان في السابق، بل أصبح ممتدا لأنه اليوم إرهاب أيديولوجي وفكري، الأمر الذي يتطلب معه قيام تحالفات قوية على المستوى الدولي لمواجهته والقضاء عليه.